الخامسة من التلفزيون المصري. مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلتي فاطمة. مرحبا بك عمرو. سادة وسادة، تحية لحضراتكم، ونبدأ النشرة بالعناوين. مجلس الوزراء ينفي ما انتشر حول إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. بمناسبة يوم القضاء على العنف ضد المرأة، قرينة الرئيس السيسي تؤكد أن مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن. الأخبار بالتفصيل من القاهرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. أوضح المركز الإعلامي أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ للأعمال وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية على نحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين. التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر الفريق ديمتريكوس ديرفاكيس قائد الحرس الوطني القبرصي الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حاليا. حضر خلالها المرحلة الرئيسية لفعاليات التدريب المشترك ميدوزا 12، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عمق العلاقات والروابط التاريخية لكلا البلدين، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين. من جانبه أكد قائد الحرس الوطني القبرصي اعتزاز بلاده بمستوى التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وتقديره لجهود القوات المسلحة المصرية في إرساء دعائم السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ختام المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 12، أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن ميدوزا يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة وصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية. كانت فعاليات التدريب المشترك ميدوزا قد استمرت لعدة أيام بنطاق عملية البحر المتوسط بمصر بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية. نتابع. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول كونستانتينيوس فولوروس رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية والفريق ديموكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطني القبرصي وقائد القوات البحرية الملكية السعودية المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا 12، والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية وبمشاركة ثمان دول شقيقة وصديقة بصفة مراقب. وكان في الاستقبال على متن الحاملة الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية. وبدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلي على متن حاملة المروحيات جمال عبد الناصر، تضمن عرض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة. وشاهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والحضور تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة في التدريب، تضمنت تنفيذ إسقاط مظلي لعناصر المظلات لتأمين رأس الشاطئ بمنطقة الإبرار، you
هذا بالإضافة إلى تنفيذ قذف جوي ضد عدد من الأهداف المعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام. كذا تنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية بالأعيرة المختلفة ضد الأهداف غير النمطية. كما اشتمل التدريب تنفيذ حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها. وكذلك نفذت القوات الخاصة البحرية عددا من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلي. تلاها تنفيذ عملية بر مائية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات للسيطرة على الأهداف الحيوية، وقيام طائرات الهليكوبتر الهجومي بتقديم الدعم النيراني المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار. واختتمت الأنشطة بتنفيذ تشكيل استعراض بحري جوي بمشاركة عدد من الوحدات البحرية مختلفة الطرازات والطائرات المتعددة المهام من الدول المشاركة تحية للحضور. وفي ختام المرحلة نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للحضور، مؤكداً أن التدريب ميدوزا 12 يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، وأن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية لمختلف الدول المشاركة بالتدريب، مشيدا بالأداء المتميز للعناصر المنفذة للأنشطة والروح المعنوية العالية أثناء تنفيذ المراحل القتالية المختلفة وقدرتهم على تنفيذ عمل مشترك باحترافية ودقة. حضر المرحلة الرئيسية عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وعدد من الملحقين العسكريين لمختلف الدول المشاركة بالتدريب ونخبة من الإعلاميين وعدد من طلبة الكلية البحرية. بمناسبة يوم القضاء على العنف ضد المرأة، أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي المضية معا نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدها. كما أكدت السيدة انتصار السيسي أن مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن، فهي الدرع الحامي الذي يصون الأمة ومستقبلها. نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا حول اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث أبرز التقرير أن 85% من النساء حول العالم تعرضن للعنف الرقمي والإساءة عبر الإنترنت. وتناول التقرير أبرز جهود مصر في الحماية من العنف والتمييز ضد المرأة، منها إنشاء 27 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات الحكومية بجانب 8 وحدات استجابة طبية بعدد من المستشفيات الجامعية للتعامل مع سيدات تعرضن للعنف. كما لفت التقرير المعلوماتي إلى إصدار أول كود إعلامي لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام، وإطلاق حملة ما تسكتيش بطرق سريعة وإعلانات مسموعة ومرئية لتشجيع الإبلاغ عن المضايقات.
افتتحت وزارة الأوقاف اليوم 13 مسجدا جديدا في عدد من محافظات الجمهورية، ليبلغ بذلك إجمالي ما تم افتتاحه في العام المالي الحالي 384 مسجدا. وفي محافظة القليوبية قام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزير العدل المستشار عمر مروان قاما بافتتاح مسجد الساحة في مدينة شبين القناطر، وذلك ضمن افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة. عندنا مسجدين غير هذا المسجد بيتم افتتاحهم اليوم في هذه اللحظة، وده بيدل على ان مصر هتظل بلد المساجد الحامية لبيوت الله الحافظة لبيوت الله، وده طبعا إضافة إلى إعمار بيوت الله من ناحية المعنى والمبادرات حق الطفل والمبادرات الثقافية والمبادرات زي مبادرة حق الوطن اللي بتجوب جميع أنواع أو جميع الأماكن في محافظة القليوبية ما بين المساجد ومراكز الشباب والجامعة. أكد دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان دعم الدولة المصرية للجهود الرامية إلى مكافحة مضادات الميكروبات بما يتماشى مع استراتيجية الصحة الواحدة الجديدة. جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث في سلطنة عمان حول مقاومة مضادات الميكروبات، تمهيدا للدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مقاومة مضادات الميكروبات عام 2024. وخلال المؤتمر أشار وزير الصحة إلى أن خطة عمل مكافحة مضادات الميكروبات تحتاج إلى تكثيف المراقبة وتنفيذ الممارسات القائمة على البيانات، بما في ذلك رفع التقارير إلى النظام العالمي لمراقبة مضادات الميكروبات، مؤكدا ضرورة تقليل الكمية الإجمالية لمضادات الميكروبات المستخدمة في نظام الأغذية الزراعية بحلول عام 2030. قام وزير التنمية المحلية هشام أمنة مع محافظ الشرقية ممدوح غراب بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة. وأشار أمنة خلال اجتماع عقده مع محافظ الشرقية إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ. كما تم خلال الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع القطاعات والمجالات، إضافة إلى استعدادات المحافظة للتعامل مع موجة الطقس وسقوط الأمطار. من ناحية أخرى، أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة بدء تنفيذ إتاحة أرصفة 37 شارعا بحي زمالك بالمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، وذلك في ضوء بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة وإحدى المؤسسات لتنفيذ مبادرة إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، وذلك استكمالا للمبادرة التي تتبناها وزارة التنمية المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني والتي بدأت في حي المعادي بالقاهرة العام الماضي. أهلا بحضرتكم من جديد. أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه لا يمكن لأي جهة إنكار الدور الكبير والجهود التي تبذلها مصر من أجل حل القضية الفلسطينية. وقال وزير الخارجية الفلسطيني إن مصر هي الضامن للقضية الفلسطينية، وشدد على أهمية الموقف المصري التاريخي المساند لفلسطين منذ بداية النكبة. وشدد وزير خارجية فلسطين على أن دعم جامعة الدول العربية والبلدان العربية يشجع فلسطين على الاستمرار في المضي قدما نحو أهدافها بتحقيق الحرية والاستقلال. انطلقت في تونس الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 من ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن تستمر الحملة الدعائية حتى منتصف شهر ديسمبر، حيث يتنافس في تلك الانتخابات 1055 مرشحا على 161 مقعدا في البرلمان. يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أجرى تعديلا على نظام الاقتراع ليصبح بالنظام الفردي بدلا من نظام القوائم الذي كان متبعا. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأوروبيين إلى البقاء صفا واحدا وعدم الانقسام في مواجهة الحرب الروسية وخفض سعر النفط الروسي لأقصى حد.
وفي خطاب عبر دائرة الفيديو شدد زيلينسكي خلال مؤتمر في ليتوانيا على ضرورة خفض سعر النفط الروسي، مطالبا بتحديد سعره عند 30 دولارا للبرميل كما تقترح بولندا ودول البلطيق. يجيء هذا في وقت فشلت فيه دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا، إذ إن اقتراح مجموعة الدول السبع بشأن سقف يتراوح بين 65 إلى 70 دولارا للبرميل رآه البعض مرتفعا للغاية، بينما عده آخرون منخفضا جدا. ميدانيا، أعلن حاكم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا أنه يتم إجلاء المرضى من مستشفيات بمدينة خيرسون التي انسحبت منها قوات موسكو منذ أسبوعين بسبب هجمات روسية متواصلة. كان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينيكوف قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة الكرواتية وافقت على تدريب أفراد من الجيش الأوكراني على أراضيها. يأتي ذلك بينما أعلن الحاكم العسكري لإقليم زابوروجيا بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية شن صباح اليوم هجوما صاروخيا على ضواحي الإقليم. في سياق ذاته، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدات من قوات الدفاع الوطني صدت على مدار 24 ساعة الماضية هجمات من جانب القوات الروسية في المناطق القريبة من إقليمي دونياتسك ولوهانسك بجنوب البلاد. عاد الجنود الروس المفرج عنهم إلى موسكو بعد تبادل الأسرى مع أوكرانيا بحسب مقطع فيديو بثته وزارة الدفاع الروسية اليوم. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 50 جنديا روسيا عادوا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف نتيجة للمفاوضات، وأضافت أن جميع الجنود الروس المفرج عنهم سوف يخضعون للعلاج الطبي والتعافي في مؤسساتها الطبية وسوف يتلقون المساعدة الطبية والنفسية المطلوبة. وكانت موسكو وكييف قد تبادلتا في 23 من نوفمبر الجاري 35 أسيرا روسيا لدى أوكرانيا. أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جراسي وصول خبراء من الوكالة إلى جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا لبحث سبل تقديم الدعم والمساعدة للموظفين هناك. وقال جراسي إنه يجب بذل الجهود لمنع وقوع حادث نووي في أي من هذه المنشآت النووية، مشيرا إلى إحراز تقدم ملحوظ في إنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول محطة زابوروجيا لطاقة ذرية. كانت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية قد أشارت إلى أن أوكرانيا طلبت مؤخرا من وكالة الطاقة الذرية أن تقدم الدعم والمساعدة لها في حماية جميع محطاتها للطاقة النووية، خاصة تلك الموجودة في أقاليم زابوروجيا وتشيرنوبيل. أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفري عن دعم إضافي بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني لصندوق الشراكة من أجل أوكرانيا لإعادة بناء البنية التحتية المحلية الحيوية. جاء ذلك عقب لقائه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، حيث أكد استمرار دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا في أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية في البلاد. بالتزامن، أعلنت وزيرة البيئة البريطانية أن المملكة المتحدة سوف تخصص أيضا 5 ملايين جنيه استرليني للمبادرة التي تقودها أوكرانيا لشحن الحبوب إلى البلدان المعرضة لخطر المجاعة. أجاز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي حول قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات في البلاد، وهو الأمر الذي رفضته إيران. وقد تم تبني القرار الذي قدمته ألمانيا وأيسلندا تأييد 25 دولة عضوا، واعترضت 6 دول وامتنعت 16، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تارك قد طلب إيران خلال الاجتماع الطارئ بوقف الاستخدام غير المبرر وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين. وقال تارك إن هناك أزمة حقوق إنسان متكاملة الأركان، مشيرا إلى اعتقال نحو 14,000 شخص بينهم أطفال في سياق الاحتجاجات. وأضاف أن القوات الأمنية الإيرانية استخدمت ذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع والهروات.
حذر يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية من أن الحكومة قد تتدخل لإنهاء إضراب سائقي الشاحنات والذي دخل يومه الثاني، وصفا إياه بأنه خطوة غير قانونية وغير مقبولة لاحتجاز سلسلة الإمداد المحلية رهينة في خضم أزمة اقتصادية وتقلبات لأسواق المال. كان الآلاف من سائقي الشاحنات النقابيين قد بدأوا أمس ثاني إضراب لهم في غضون أقل من 6 أشهر للمطالبة بتحسين الأجور وأوضاع العمل، وأدى ذلك إلى اضطراب سلاسل الإمداد في قطاعات الاقتصاد الكوري الذي يعد عاشر أكبر اقتصاد في العالم. قال رئيس الوزراء الماليزي الجديد أنور إبراهيم إن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرا إلى أنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة. ولم يعلن أنور بعد أي أسماء في حكومته الائتلافية. كان رئيس الوزراء الماليزي المعين أنور إبراهيم قد أدى اليمين الدستورية أمام سلطان البلاد ليكون بذلك رئيس الوزراء 10 في ماليزيا. وقد اختار سلطان الماليزي زعيم حزب تحالف الأمل أنور إبراهيم رئيسا للوزراء لينهي أزمة مطولة وحالة من الغموض سيطرت على الوضع السياسي في البلاد بعد أن أسفرت الانتخابات العامة عن برلمان معلق لم يفز فيها أي من التحالفين الرئيسيين بالأغلبية التي تؤهل لتشكيل الحكومة. بدأ الحجر الصحي ل6 ملايين شخص في مدينة تشينغتشو الواقعة في وسط الصين، وذلك بعد أن أثار تفشي فيروس كورونا احتجاجات عنيفة وحالة ذعر. وأمرت السلطات سكان 8 مناطق في تشينغتشو بعدم مغادرة المنطقة خلال الأيام الخمسة المقبلة، حيث نصبت حواجز حول المباني السكنية وأقيمت نقاط للتفتيش للحركة في الشوارع. تعرضت مدينة جدة السعودية لموجة من الأمطار الغزيرة، وهو ما أسفر عن وفاة شخصين وتعليق الدراسة وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة لساعات. طالب الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة الجميع بعدم الخروج إلا للضرورة، وأعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية نظرا لظروف الأحوال الجوية. الخامسة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الوزراء ينفي ما انتشر حول إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية. بمناسبة يوم القضاء على العنف ضد المرأة، قرينة الرئيس السيسي تؤكد أن مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن. مسبيرو.eg عنواننا الإلكتروني. شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء في أمان الله.